قام محافظ القاهرة إبراهيم صابر بتوزيع أكثر من 1000 حقيبة مدرسية تحتوي على الأدوات المكتبية لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بمحافظة القاهرة. وأكد المحافظ توفير جميع الإمكانيات بمحافظة القاهرة لتنفيذ المبادرة وضمان وصولها لجميع المستهدفين منها لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.